أهلا فيكم حبايبي برج الجدي في قناتي. اليوم راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. طبعا القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، ولكن ممكن يكون في الفيديو إشي رسالة أو إشي معين، مسج معين أنت بتحس إنك ممكن تنربط فيه أو بتحس إنه بيوجه طاقتك صح. فأنت خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لإلك واترك الباقي. راح نشوف طاقتك وطاقة الشريك وبعدين خطواتكم في المستقبل وشو مصير العلاقة أو شو ممكن يصير بينكم في المستقبل. قبل ما نبلش القراءة راح نسحب فقط كروت للتوضيح. اوكي، راح نبلش بطاقتك انت يا برج الجدي، وراح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه بالوقت الحالي. برج الجدي، عم تحس انك مربوط بإشي معين، مربوط بشخص معين، مربوط بطاقة معينة، طاقة انت مش مرتاح لإلها، او يعني مش إيجابية. أنت عم تحس إنك مربوط بإشي معين. ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص أو النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها أنت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي. ممكن من الناحية المادية في طرف منكم أو أنت عم نتركز أكتر على الناحية المادية من هالشخص، وممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص، لأنه في شخص رافض عرض حب من نوع ما، وممكن يكون أنت اللي رافض أيضا عرض الحب من هالشخص. في عندك بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها، وفي عندك شخص جديد بحياتك حاليا، ولكن عم شوفك انت رافض عرض معين منه، او رافض للبعض منكم اذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبين هالشخص. في من الناحية العاطفية برج الجدي او طاقتك كتير مسكرة، او يعني مش منغلق على نفسك. طيب بدنا نشوف طاقة الشريك أو شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك. الشريك بيحس إنه مقيد من الناحية العاطفية، عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب أو الشريك، تغيرات بأساسات حياته، ممكن يكون بأساسات عائلته، ممكن يكون أيضا في مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية. أيضا هالشخص متحفظ على مشاعره، وممكن يكون أيضا متحفظ من الناحية المادية للبعض منكم. البعض منكم ممكن يكون فقط التحفظ من يعني من الناحية العاطفية. هالشخص في كتير اشياء بيحس فيها مش عم يحكي فيها، عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله، وبيفضل كتمان مشاعره، وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته أو عن جميع ما بيحس فيها الشخص.
نشوفه ايضا شخص ممكن تكون طاقته نارية، ممكن يكون برج ناري لانه مندفع بخطواته، بيحب دائما يتقدم الى الامام. ممكن يكون هالشخص ايضا شوي متهور، انت بتشوف ايضا هالشخص بيخبي كتير. دمون كارد، هالكارت بيحكي عن الجانب الاخر للحقائق، فممكن هالشخص عم يخبي او هو عم يكون متحفظ باشياء معينة. ممكن البعض منكم برج الجدي ممكن يكون هالشخص متحفظ على انه يحكي معك او يصارحك على وضعه المادي. عم شوفه ايضا مركز على روحانياته. ممكن ايضا عم تعمل مع برج العذراء لانه هالكرت بتبقى برج العذراء، فعم شوفه هالشخص عم يمشي في طريق لوحده، لانه عم شوفه ايضا عم يبحث عن اشي في الظلمة، او عم يبحث عن اشي في الظلام. ممكن عم يحاول يكشف سر ايضا. ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد، او عم يحاول يكتشف حقيقة عنك. ممكن يكون عم يراقب السوشيال ميديا تبعك لحتى يعرف اشي معين عم يبحث عنه، اللي رح يكون بالنسبة لإله بمثابة تنوير، او بمثابة انه اكتشف سر من نوع ما او اشي مثل هيك. طيب ممكن يكون هون واحدة من الاسباب او من الخلافات اللي صارت بينكم، ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الاسباب اللي مرت بينكم اللي ادت الى خلل بالعلاقة او الى عدم التفاهم بالعلاقة. في طرف منكم او ممكن انتو الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام او بالارتباط، بتحبوا الوايلد او بتحب انك تكون فري، بتحبوا انتو الاثنين انكم تكونوا فري ومتحررين، ما بتحب انك ما بتحبوا انكم تنربطوا بإشي معين. للبعض منكم ممكن تحسوا انه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم، او صار كتير فيها البعض منكم يعني انتو الطرفين مش مستعدين لانكم تاخد خطوة للامام او تتطور العلاقة بينكم اكتر. ايضا عم شوف بينكم كتير خلافات، كتير جدالات، كتير في منافسة، منافسة، وكأنه يعني انت وهو بدك تشوف او بدكم انت او هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة، او انت اللي تكون متحكم بزمام الامور. فواحدة من الاسباب المشاكل بينكم انه انتوا الاثنين بتحبوا انكم تكونوا مسيطرين على الامور، وفي عندكم نظرة حادة باتخاذ القرارات بالعلاقة. يعني اذا صار في بينكم اي اشي مش عم يمشي بالطريقة اللي انت بدك اياها، او مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده اياها، يصير في مثل الجادجمنت، مثل الحكم قاسي بينكم. ما في مرونة، ما عم شوف في مرونة بينكم. ايضا عم شوف انه بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب، او لما يكون فيها شدة، عم شوف اغلبكم مثل كأنه بيختار يبعد، انت وهو بتختاروا انه تبعدوا او تنفصلوا عن بعض، او حتى تتجنبوا يعني وجع الرأس مثلا للبعض منكم، لانه عم شوف العلاقة بينكم ماشي ب structure معين، او طريق معين، نظام معين، والنظام للغالبية منكم رح يكون تقليدي، لانه هالشخص
شخص تقليدي، وأيضا الطاقة بينكم بطيئة، يعني عم شوف الأغلبية منكم مع إنكم بعلاقة، ولكن في حدود بينك وبين هالشخص، في دائما بعد، في دائما ديستنس، يعني مع إنكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم كتير مع بعض، دائما في مساحة بينكم، لأنه نظرتكم إلى العلاقة كتير تقليدية. ممكن أيضا البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف إنه ما بده يستثمر أو ما بده يحط مجهود إلا لو كان مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد، يعني مثلا سوري يعني مثلا خطوبة أو زواج، إشي رسمي لأنه هي ورقة الزواج أو ارتباط رسمي يعني. فممكن في طرف منكم بيشوف إنه هو ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة، وهو مش شايف يعني أي نهاية في العلاقة هاي، أو النهاية بينكم غير واضحة كتير. نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي. في المستقبل عم شوفك لسه عم تفكر، لسه في عندك مشاعر بالحزن من الناحية العاطفية، لسه متأثر، للبعض منكم متأثرين بالبعد عن هالحبيب أو عن هالشريك، ولكن عم شوفك بدك تحاول إنه تشافي حالك من الناحية العاطفية، لأنه عندك temperance card، فانت عم شوفك رح تهتم اكتر بوضعك العقلي، بوضعك الروحاني، وبوضعك العاطفي ايضا. عم شوف في شخص بحياتك، ممكن تكون قابلته او ممكن رح تقابله، رح تحس بالرضا النفسي معه من الناحية العاطفية، رح تكون مقتنع بأنه هو الشخص الأفضل لك. ممكن يكون نفس هالشخص أو ممكن يكون شخص جديد، شخص آخر بحياتك، بيختلف من شخص إلى آخر، ولكن عم شوف أنه أنت في شخص بحياتك رح تفتح له، رح تفتح له قلبك. أيضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي، لأنه عندك two of wands و two of swords، فرح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بدك تختار بين شخصين. رح تمر بفترة من التناقض، فترة من التردد، فترة من التشويش بالمستقبل، لانه رح يكون في عندك اختيارين. ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد، أو بيختلف يعني من شخص إلى آخر. عم شوف أيضا من الناحية المادية وضعك رح يكون أفضل بالمستقبل، أو الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في انه وضعك المادي يزدهر اكتر. ممكن يكون في تعاون ايضا من الناحية المادية، ولكن رح توصل الى مرحلة من الاكتمال، يعني completion او اكتمال من نوع ما. طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل او طاقة الشريك. عم شوفه مركز أكتر على جسدياته هالشخص. ممكن هو في عنده مهنة تتطلب مجهود جسدي، أو ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده، بمعنى إنه يتمرن. عم شوفه عم يحاول يكون راضي أكتر على مظهره الخارجي، او بالمستقبل رح يركز اكتر على كيف انه يحسن من مظهره الخارجي، لانه عم شوف انه في عنده شوي مخاوف او شوي عدم ثقة
بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص. أيضا عم شوف في عنده عروض حب راح تقدم لإله هالشخص، وفي هالشخص راح يمر بمرحلة بالمستقبل راح تقدم لإله كتير عروض حب، ولكن عم شوف إنه هو طريقة تحليله أو طريقة تفكيره للأمور وطريقة حكمه للأمور أو حتى الأشخاص اللي راح يقابلهم راح تكون منطقية أو راح تكون متوازنة، مش عم شوفه يعني بينجرف بإشي أكتر من إشي معين. أيضا طاقته راح تكون بطيئة في المستقبل لأنه هو في وضع الـ observation أو في وضع المراقبة، يعني جميع الأشياء اللي راح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد أو عم يحاول يفهمها. عم شوف إنه هو من الناحية العاطفية راضي أو راح يكون راضي، ولكن في عنده هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي، لأنه الكروت اللي طلعت هون يعني واحدة بهالسايد وواحدة بهالسايد، يعني مش كتير متوافقين مع بعض، فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير أو يتغير مزاجه كتير، لأنه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من أخذ القرار ومتناقض. أيضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لأنه متناقض، ممكن يكون لأنه ما وصل إلى الكونكلوجن أو ما وصل إلى الحل أو الاستنتاج اللي هو بده إياه أو الجواب اللي هو عم يبحث عنه. أوكي، فبدنا نشوف طاقتكم في المستقبل، شو رح يصير بينكم في المستقبل. في عندكم سايكلز، يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل، لأنه السايكلز يعني مثل العجلة رح تضل تدور تدور تدور، فمرات رح يكون الوضع بينكم منيح، مرات رح يكون الوضع بينكم مش كتير منيح، فأنت وهو بدكم تتعودوا على أنه طبيعة كل علاقة هيك، طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك، أنه هي تتحرك دائما مش دائما تضل على نفس الريذم أو نفس الخط أو نفس الفريكونسي. في عندكم اكتمالات كتير، يعني عندك سايكلز، في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة. عشرات هي بتحكي عن كومبليشن أو عن اكتمال من إشي معين، فعم شوف إنه في عندكم اكتمال دورات كتير، أو ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه بالسول ميت، أو في عندكم دروس كتيرة لازم تتعلموها من بعض. عم شوف انتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير، في حنية بينكم كتير، لأنه عندك 6 of cups يعني تحكي عن شخص عم يتذكر الماضي، في عنده حنين إلى شخص بالماضي، فبما إنه هالطاقة مشتركة انتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي. عم شوف في عندك the world و death card، فهالثلاث واربعة بهالست فقط اربعة اوراق بتحكي عن تغيرات جذرية، اكتمال كارما بينك وبين هالشخص، تصفية حسابات او دروس لازم تتعلمها بالحياة مع هالشخص. فانت وهو مع بعض، يعني انت وهو بعلاقة مع بعض من اجل انه تتعلموا دروس من بعض، لانه هون تغيرات جذرية بشخصيتك وبشخصيته ايضا، يعني هالشخص او انتو مع بعض عم شوف، لانه هون في عندك بالماضي
أو مش بالماضي، بالطاقة الحالية. حكيت لك إنه الوضع أو الستركتشر بينكم تقليدي كتير، ولكن هون ما عم شوف أي إشي تقليدي، عم شوف مرونة كتير. فبالغالبية أنت وهالشخص ممكن تكونوا كتير مختلفين عن بعض بنمط الحياة، بالشخصية، بما هو مقبول وما هو مش مقبول بالنسبة لإلك أو بالنسبة لإله. وعم شوف إنه في عندك مرونة أكتر إنك تتقبل هالشخص وتتقبل طبيعته، وهو أيضا والعكس صحيح، إنه هو بيتقبل أيضا طبيعة شخصيتك وطبيعة العلاقة. فعم شوف مرونة أكتر، تفهم أكتر للوضع، لأنه بالمستقبل انت وهو رح تساعدوا بعض انه شوي تنضجوا، او رح يصير بينكم الاثنين نضج من الناحية العقلية، من الناحية في فهم اكبر رح يصير بينك وبين هالشخص. فبالمستقبل ايضا عم شوف في عرض حب بينكم، Knight of Cups. ففي البعض منكم المنفصلين في رجوع، البعض منكم ممكن يكون مش رجوع، ولكن في نوع من الحديث رح يصير بينكم، وفي نوع من التواصل رح يصير بينكم، لأنه في عندك نايت اوف كابس هون. وبما أنه في اشتياق للماضي، فبتوقع أيضا رح يصير للأغلبية منكم رجوع مع هالشخص. ممكن اللي منفصلين حاليا تكون هاي هي الكارما، أو هاي هي الدورة السايكل اللي لازم تمروا فيها لحتى تفهموا إشياء معينة بالعلاقة. أوكي حبايبي برج الجدي، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم.